أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن تحركات المبعوث الأممي لإعادة العملية السياسية وأبعاد منع الحوثي مسؤول المفوضية السامية لحقوق الإنسان من دخول صنعاء. وصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث إلى مطار صنعاء بعد شهر من زيارته الأخيرة. مصدر محلي قال إن جريفيث سيلتقي خلال الزيارة قيادات في ميليشيا الحوثي لبحث تنفيذ اتفاق السويد بشأن الحديدة. تأتي هذه التحركات بالتزامن مع منع ميليشيا الحوثي دخول مسؤول في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى البلاد، حيث أفادت وكالة أسوشيتد بريس أن الحوثيين أمروا طائرة المسؤول الأممي بالإقلاع من صنعاء بعد وقت قصير من هبوطها بسبب التقرير الأخير للجنة الخبراء الذي أورد تفاصيل انتهاكات الحوثيين في الحرب. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ماذا يمكن أن تقدمه التحركات الجديدة للمبعوث الأممي لإعادة المسار السياسي؟ وما هي أبعاد وتبعات رفض الحوثيين دخول ممثل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى صنعاء؟ نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش. محاولة جديدة لإعادة اتفاق ستوكهولم إلى الواجهة بعد غياب طويل للعملية السياسية بسبب الحرب وتوسع دائرة الأزمة. هكذا تبدو كل تحركات المبعوث الأممي الأخيرة الرامية لإعادة المسار السياسي. في جديد تحركاته، وصل مارتن جريفيث إلى مطار صنعاء بعد شهر من زيارته الأخيرة. سيلتقي خلال الزيارة مع قيادات في ميليشيا الحوثي لبحث تنفيذ اتفاق السويد بشأن الحديدة. ميليشيا الحوثي التي يرتبط قرارهم بشأن السلم والحرب بإيران وصراعاتها في المنطقة فتحت جبهات جديدة إضافة إلى الجبهات المتوترة منذ بداية الحرب، الأمر الذي يضاعف من التشاؤم بشأن محاولة الأمم المتحدة إعادة إطلاق مسار السلام مجدداً كما يجد مراقبون. في الوقت الذي يسمح فيه الحوثيون لاستئناف تحركات المبعوث الأممي، كشف مسؤولون أمميون أن عناصر من الميليشيا في المقابل منعت دخول ممثل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان العبيد أحمد العبيد إلى صنعاء وأمروا طائرته بالإقلاع من المطار بعد وقت قصير من هبوطها. هذا التطور بحسب ما أفادت وكالة أسوشيتد بريس جاء بعد تقرير لجنة الخبراء الذي أورد تفاصيل الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا في الحرب، بما في ذلك انتهاكات ضد نساء في سجون يديرها الحوثيون. تعثر جديد في طريق إعادة مسار الحل واستمرار حوثي في إطالة أمد الحرب وإعادة المسار السياسي إلى نقطة الصفر. وبين هذا وذاك تستمر الأمم المتحدة في تقديم مقاربات لحلول لا تتصل بالواقع ولا تنظر لحقيقة الأطراف المعرقلة لها كما يقول مراقبون. نبدأ الحلقة وينضم إلينا من القاهرة وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ. مرحبا بك سيد نبيل. كحكومة شرعية، كيف تجدون منع وصول مدير المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى صنعاء؟ بداية أسعد الله مساك ومساء السادة المشاهدين. طبعا أولا أنا لست مستغربا لهذا السلوك وهذا العمل، فلطالما قامت مندوبين أو مشرفين هذه الميليشيات في لقاءاتهم مع ممثلي المنظمات الدولية من المنسقين الدوليين في إطار ما يسمى بالنمشة أو لجنة التنسيق ما بينهم، لطالما تم تهديد هؤلاء أكثر من مرة بإلغاء تصاريح عملهم وتهديدهم بإيقاف عملهم. العبيد أحمد العبيد وهو مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، لطالما تحدثنا معه طولا أن تعامله مع هذه الميليشيات في صنعاء سيجره في الأخير إلى موقف من كالموقف الذي حدث بالأمس عندما تم طرده من مطار صنعاء عندما صعد أحد المشرفين إلى طائرته وقام بأخذ تصريح عمله وتمزيقه ثم أمر الطائرة بالانصراف من المطار أو العودة من المطار. ما يهمنا في هذا الأمر أن فريق الخبراء وإن كان قد تحدث هذه المرة عن بعض تفاصيل الانتهاكات الخاصة بالميليشيات، إلا أنه كان قد أرفق بهم كثيرا
وتغاضى عن كثير مما جاء في تقارير دولية حول أعمال هذه الميليشيات، إلا أن هذا الجزء اليسير الذي ذكره تقرير الخبراء عن الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية جعل ردة الفعل التي حدثت في مطار صنعاء كما علم الجميع. الجانب الآخر في هذا السياق أن فريق الخبراء كان قد تباهى في طرحه في جنيف، وأنا عدت قبل 3 أيام من جنيف بعد حضورنا للدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان هناك ومناقشة تقرير الخبراء. كان فريق الخبراء قد أكد أن الحوثيون كانوا على استعداد لاستقبال الفريق في صنعاء. نحن نقول أن ما حدث للعبيد هو أبلغ رد على ما يطرحه حول التعامل مع هكذا خبراء ومع هكذا تقارير. نعم سيد نبيل، سأعود إليك، تفضل بالبقاء معي واسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث الأستاذ عبد الناصر المودع الذي ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان. مرحبا بك سيد عبد الناصر. إذا منع للحوثيين لمدير المفوضية لحقوق الإنسان من دخول صنعاء بالتزامن مع استقبالهم للمبعوث الأممي جريفيث وأخبار منذ لحظات عن لقائه بعبد الملك الحوثي، كيف يمكن لنا أن نفهم هذا التناقض في التعامل مع مبعوثين ذات الجهة؟ مساء الخير. يعني هو مش تناقض، هو سلوك منسجم مع طبيعة الحركة الحوثية، حيثما تجد مصلحة لها ستتعامل مع هذا الطرف حتى لو كان يمثل نفس الجهة. طبعا هذه منظمة حقوق الإنسان هي أحد أفرع المفوضية، هي أحد أفرع الأمم المتحدة. المبعوث الأممي طبعا دوره سياسي، هم يريدوا من خلاله أن يسوقوا أنفسهم أكثر، وخاصة وأنهم بعد أن ادعوا بأنهم أفرجوا عن ما يسمى الأسرى، وهم ليسوا أسرى، معظمهم هم محتجزين مدنيين وبعضهم مرضى كانوا على وشك الوفاة، أراد الحوثيين أن يتخلصوا من عبئهم. أما سلوكهم تجاه الممثل المفوضية هذا طبيعي ينسجم، يعني هذه مسألة طبيعية تنسجم، وطبيعة الحركة الحوثية، حركة الحوثية بذهنيتها الشمولية لا تقبل، تظل في حالة توجس من أي طرف خارجي من السفارات ومن المنظمات ومن أي طرف خارجي، تظل في حالة توجس وفي حالة ريبة منه ما لم يخدمها بشكل مباشر وبشكل صريح. تقرير مجلس حقوق الإنسان رغم أنه انتقد الطرف الآخر، لكن بالنسبة وانتقد الحوثيين، لكن بالنسبة للحوثيين هم يريدوا أن يضغطوا بشكل كبير على أي منظمة بحيث أنها يضطر موظفوها وخاصة الذين هم تحت سيطرتها، يضطر إما أن يخفض صوته، إما أن يعدل في تقاريره ويلونها، إما أن يتحدث تجاههم بلغة دبلوماسية. يعني في كل الأحوال يريدوا أن يوظفوا أي موظف أممي أو أي منظمة غير حكومية لمصلحتهم، وهذا ما يفعلوه من بشكل دائم. يعني جميع المنظمات وجميع الأشخاص الذين يعملون تحت سيطرة الحوثي هم إما متعاطفين معهم أو اضطروا للتعاطف معهم، أو أنهم خفت صوتهم، أو بعضهم اضطر للمغادرة لأن الحركة تمارس عليهم ضغوط كثيرة، وأحيانا عن طريق الترغيب، وأحيانا عن طريق الرشوة، وأحيانا عن طريق، يعني هناك كثير من سمعنا عن كثير من فضائح الفساد في المنظمات الدولية والذي تقاسموه مع الحوثيين بشكل أو بآخر. يعني هذا السلوك هو سلوك كما ذكرت لك، هو سلوك طبيعي وسلوك متوقع من الحركة الحوثية. نعم. وسنتوقع مزيد، كل ما سيطروا سنتوقع مزيد من هذه التصرفات وأسوأ منها بكثير. نعم سيد عبد الناصر، كان منذ قليل أو ربما منذ لحظات كان هنالك بيان صحفي للمتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام يقول أن جريفيث التقى بعبد الملك الحوثي وتم النقاش في هذا اللقاء التسوية السياسية الشاملة المحتملة. ما الذي يمكن أن نفهمه من هكذا تصريح، وهل هذه التسوية التي يتحدث عنها محمد عبد السلام ربما هي غير تلك التسوية التي تم التوافق عنها أمميا، وهل لك أن
أن تحدثنا عن ما الذي يمكن أن تكون هذه التسوية، ملامح هذه التسوية التي يتحدث عنها الحوثيين؟ المبعوث الأممي وكثير من الدول الغربية وبشكل أو بآخر مع الحوثيين يحاولوا أن يتجاوزوا وأن يخلقوا انطباعات بأن هناك تسوية كبيرة، بعد أن عجزوا عن حل القضايا التافهة والصغيرة، عجزوا عن حل مشكلة معبر في فتح معبر في مدينة تعز، وعجزوا عن حل مشكلة الأسرى، وعجزوا عن حل مشكلة مطار صنعاء، وهذه من المشاكل التي تعتبر صغيرة. والآن هناك ادعاءات بأن هناك رزمة وحزمة كاملة لحل كامل ونهائي لليمن، لمشاكل اليمن، يعني هذا كله كلام فارغ وكل نوع من شغل علاقات عامة من قبل الحوثي. الحوثي من فترة يبدو أنهم قد وظفوا لهم شركة علاقات عامة، وأن الإيرانيين نصائحهم بأن يبدو بسلوك وكأنهم يعطوا انطباع للعالم بأنهم يبادروا مبادرات سلام، وبأنهم لديهم مشروع للسلام، وكل هذا فقط لغرض الدعاية والزائفة. من يعرفهم ومن يعرف طبيعة هذه الحركة يعرف بأنها لا يمكن أن تتغير أو تتزحزح أو تتراجع خطوة للخلف مهما كانت الظروف، ما لم يجبروا وبالقوة على ذلك. لهذا السبب هذا الحديث عن خطة وتسوية كله كلام فارغ ليس له أي معنى، ولكن المبعوث الأممي أيضا يريد لنفسه ولفريقه أمام المانحين وأمام مجلس الأمن الادعاء بأنه بيحقق إنجازات، وهي إنجازات وهمية تعودنا منه خلال فترة عمله، لم يحقق أي إنجازات سوى إنجازات استعراضية تلفزيونية ليس لها أي وجود حقيقي على الأرض. نعم السيد عبد الناصر، تكرم بالبقاء معي واسمح لي لأن أعود للسيد نبيل عبد الحفيظ. سيد نبيل، لعلك اطلعت على البيان الصحفي للمتحدث باسم الحوثيين الذي تحدث عن تسوية سياسية وعن لقاء جريفيث بعبد الملك الحوثي. كان هنالك وجهة نظر لسيد عبد الناصر المودع، قال أنه كلام فارغ وأنه مجرد كلام لإيهام العالم بتقدم وتحقيق إنجاز. هل لدى الحكومة أي معلومات عن هذه التسوية التي يتحدث عليها عبد السلام؟ أولا دعيني أقول أنا أتفق تماما مع ما طرحه الأخ العزيز عبد الناصر حول هذا البيان وحول ما يحدث على الأرض. يعني أي شخص يدرك مفاهيم للتحليل السياسي أو تحليل الوضع الذي نراه أمامنا سيجد أنه أمام مخرج واحد ل الأسلوب. مثلا عندما نجت الخارجية الإيرانية وهي تتعامل مع قضية إيران مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، كيفية التعامل مع هذه القضية والمماطلة فيما يخص الملفات النووية ونفس الأسلوب، سنجد أن هناك نفس الإخراج، نفس الأسلوب الذي يعتمد على أسلوب الشد والجذب، طريقة التلويح أحيانا بأنهم على استعداد لتقديم شيء ثم يعودون ولا يقدمون شيئا على الأرض، نفس السيناريو ونفس الإخراج الآن يمارسه الحوثيون، إلى الدرجة التي تجعلك على قناعة تامة أن الحوثيون ليسوا من يديرون هذه العملية، بل هناك المخرج يقوم بهذه العملية بشكل أو بآخر، وما محمد عبد السلام إلا أحد أدوات هذه الإدارة الإيرانية التي تتم عن طريق مكتبه في مسقط. الجانب الآخر في هذا السياق أن المبعوث الأممي أيضا يعني أصبح لم يعد لديه مبررات لهذه المماطلات والتسويف والإخفاقات والفشل الذريع الذي أصبح واضحا للعيان، بحيث يصعب التغطية والتورية عليه. ماذا تحقق من اتفاق ستوكهولم؟ ليس يعني سواء فيما يخص الحديدة أو فيما يخص ملف الأسرى أو فيما يخص مع المعابر في تعز، لم يحدث شيء على الإطلاق. بالعكس الانتهاكات اليوم فيما يخص الحديدة تجاوزت أكثر من 8000 انتهاك، بمعنى أننا أمام 1000 انتهاك في الشهر الواحد، وما يزال مارتن جريفيث يتحدث فيما يقدمه في مجلس الأمن أن هناك ضبط للوضع وهناك تقدمات.
وكأنه يعمل في عالم آخر غير ما يحدث على الأرض. القصف يتم على الحديدة وأحيائها، يتم حفر الخنادق داخل الحديدة، يتم أشياء كثيرة تتم في الحديدة، في التحيتة، في حيس، في بيت الفقيه، المناطق المجاورة لمدينة الحديدة، وكأن الرجل يعيش في غيبوبة. وأقصى ما لديه أنه كلما وصل أحد المندوبين الخاصين بموضوع الحديدة إلى مرحلة أنه لم يعد لديه ما يقدمه أو يكتب به ويستقيل، يأتي لنا بشخص آخر، وكما قال لنا في آخر مرة أنه يعتقد أن المندوب الهندي الذي أحضره مؤخرا سيكون أفضل من سابقيه. يعني بمعنى أن الرجل فقط ما زال يعمل في إطار المحافظة على دوره وعمله وتنسيقاته، يريد لمهمته أن تستمر ولو كان ذلك على حساب القضية اليمنية التي جاء على أساس القرار 22/16 استعادة الدولة، ثم جاء الرجل ليحول هذا القرار إلى تجزئات داخلية، ثم هذه التجزئات جزأها أيضا مرة أخرى، ويبدو أن الرجل لن يحقق لا الكل ولا الجزء ولا جزء الجزء. هذا فقط نبيل، وأين هي الحكومة الشرعية من كل هذا؟ الحكومة الشرعية ما تزال تسعى في إطار شيئين اثنين. الشيء الأول أنها ما يعني تعمل من أجل استعادة الدولة وفق القرار 22/16 بإخراج هذه الميليشيات من الدوائر الحكومية وتسليم سلاح الدولة، وبالتالي الجلوس من أجل السلام وحفظ دماء اليمنيين. هذين المحورين الأساسيين الذي تعمل عليهما الدولة، وما تزال حتى الآن الدولة تضع كل ذلك في مجلس الأمن وتقول للعالم أجمع أننا بكل ما نقدمه نحرص على هذين المحورين من أجل ألا نتورط كثيرا في سفك الدماء وحدوث الانتهاكات. يبقى القضية الآن في ملعب المجتمع الدولي والتحالف العربي لإنفاذ هذه القضية والوصول إلى ما يتمناه اليمنيين من استعادة الدولة والسلام الكامل. نعم نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، كنت معي من القاهرة، شكرا جزيلا لك سيد نبيل. إذا أعود إليك سيد عبد الناصر المدلع، لك استمعت للسيد نبيل عبد الحفيظ الذي تحدث أين هي الحكومة من كل ما يحدث. أنت الجميع بات يعرف موقفك من الحكومة الشرعية، وأيضا تحدثت عن طبيعة العلاقة بين المبعوث الأممي وأيضا الحوثيين. إذا من الذي سيمثل الشعب اليمني؟ من الذي سيمثل قضية هذا الشعب الذي يرزح تحت أسوأ وضع إنساني في العالم؟ لسوء الحظ ليس هناك من يمثل الشعب اليمني. الحكومة هي حكومة فاسدة وفاشلة ومتربحة من هذا الوضع السيء ومن هذه الكارثة التي يعيشها اليمن. والحوثيين هم ميليشيا اغتصبت سلطة، وبالتالي هي لا أحد يعول عليها. وهناك ميليشيات أخرى التي وجدت هنا وهناك من الانفصاليين ومن الجهويين ومن غيرهم، وبالتالي نحن في حالة من الفوضى، فوضى سياسية العارمة. وأسوأ ما فيها بأننا ليس لدينا حكومة شرعية، حكومة يعتقد الناس بأنها تمثل مصالحهم. عندما كانت الجمهورية في أوهن حالاتها كان الناس لا زالوا مؤملين بحكومة السلال ومن بعدها بحكومة الإرياني، حتى خلال فترة حصار 70 يوم، رغم أن صنعاء كانت محاصرة، لكن كان هناك اعتقاد لدى اليمنيين الجمهوريين بأن هناك حكومة تمثلهم. لكن لسوء الحظ نحن هنا في الوضع الراهن، الكل يعني جزء كبير من الشعب اليمني لا يثق في هذه الحكومة، وهذه الحكومة ليس لديها في أجندتها، يعني سلطة هادي تحديدا ليس في أجندته حل المشكلة أو تحمل مسؤولية الوضع في اليمن. في ظل وضع مأساوي كارثي نجد الفساد يغمر هذه المؤسسة، مؤسسة الرئاسة، الرئيس وأولاده وحاشيته يفسدون بأبشع الصور، تنشر بعض الفضائح فقط
التي تسربت للإعلام تشير إلى كم هذا الفساد. وثيقة التي نشرت باسم اللجنة الاقتصادية العام الماضي ذكرت بأن الفساد بس لمدة شهر في البنك المركزي قيمته 10 مليار ريال يمني. وهذه الوثيقة رئيس الوزراء نفسه لم يقبل بأن تحقق في هذه القضية، والآن القضية الآن لدى اللجنة المخصصة المسؤولة عن العقوبات في اليمن تبع مجلس الأمن. وبالتالي نحن أمام وضع سيء من جميع الاتجاهات، ليس هناك مخرج أو أفق. دول التحالف التي اعتقدنا في البداية بأنها أتت لمساعدتنا دخلت في أجنداتها الخاصة، واتضح بأن بعض هذه الأجندات معظمها هي تتعارض مع مصلحة اليمن، ولديها مصلحة بتقسيم اليمن وتجزئته أكثر وأكثر. وبالتالي ليس هناك في الأفق ما يشير بأن هناك شيء. لكن طبعا هذا لا يعني بأن الشعب سيظل هكذا إلى ما لا نهاية. في كل المجتمعات وفي كل الشعوب التي عاشت أوضاع مثل هذه لابد ما يحدث شيء، لابد ما تصحى الأغلبية الصامتة، الأغلبية التي لها مصلحة من عودة الدولة، لابد أن يحدث لها صحيان ما، لابد أن يوجد قادة وسياسيين يكنسوا هذه. نتمنى ذلك. شكرا سيد عبد الناصر. وهذا ما نتمنى. شكرا لك. نعم، عبد الناصر المودع المحلل السياسي كنت معي من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، الآن تنضم إلينا من برلين سمية الثور مسؤولة الملف السياسي بشبكة نساء من أجل اليمن. مرحبا بك سمية. إذا تحركات أممية لإعادة المسار السياسي ومنع حوثي لمسؤول أممي من دخول صنعاء، ما هي أبعاد وأثر ذلك على الملف الإنساني وجهود الأمم المتحدة لإعادة المسار السياسي؟ نعم سمية، هل تسمعني؟ إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بسمية. إذن مشاهدينا الكرام بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة. لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي من عمان عبد الناصر المودع، وكان معي من القاهرة وكيل وزارة حقوق الإنسان السيد نبيل عبد الحفيظ. أشكركم على حسن المتابعة، وهو الشكر موصول من زميلي معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني. نلقاكم على خير في حلقة قادمة، إلى اللقاء.